في باريس أيضا تظاهر المئات من الأصوليين المسيحيين احتجاجا على عرض مسرحية للمخرج الإيطالي روميو كاستيلوتشي. المتظاهرون عبروا عن استيائهم لموضوع المسرحية الذي يشوه صورة السيد المسيح، وأكدوا أنها مسرحية مثيرة للفتنة ولا تخدم الثقافة بأي شكل من الأشكال. المزيد في هذا التقرير. رجال الأمن هؤلاء جاءوا لحماية أحد المسارح الباريسية والجمهور الذي أتى لحضور مسرحية الإيطالي روميو كاستيلوتشي، وفيها يتحدث المخرج عن تفاصيل وجه السيد المسيح، ما أثار غضب الأصوليين المسيحيين الذين اعتبروا المسرحية إثارة للفتنة، خاصة عندما يظهر وجه السيد المسيح وكأنه ملطخ بالأوساخ على حد قولهم. كل مساء يأتي هؤلاء الأصوليون للتشويش على العرض، وما لا يقل عن 1500 منهم تظاهروا في شوارع العاصمة باريس منددين بالمسرحية. لن نسمح بإهانة السيد المسيح في عرض فني، خاصة وأن الناس هم من يمولون هذا العرض. الرسم يظهر وجه السيد المسيح مملوءا بالأوساخ، لو كان شخصا عاديا لتقدم بشكوى ضدهم، إذا لما لا نحتج نحن ونعبر عن رفضنا لهذا العرض؟ تلقى الفريق العامل في المسرح بعض التهديدات والشتائم من المحتجين. بعض الأصوليين تمكنوا من دخول المسرح بالتذاكر كغيرهم من المتفرجين قبل أن يصعدوا على خشبة المسرح للحيلولة دون إتمام العرض.